الرحمن الرحيم نشنفح الطص المهرجان إذا رقين دي مدينة النظر يجن حاجة تجن مدينة طيبة تغوان الله تجي الطص قومي ولكن نتمنى إن شاء الله أتكرر على مدى السنين كل عام دي مدينة النظر ولكن السؤال لم تروحي غان ينسأل ما مش تمسات عام ولي السيد فمشاء أنشطة رياضية مش قل عامني يعذوب وبالأخص غادي نجن دوري دولي مغرب ضد هولندا يبقى يجن نجاح دون قرار لكن نسأل مش تمسات الرياضة هو دي بشادي المهرجان ابراهيم العسري عند مدينه النظور. بالنسبه للمهرجان فهو مهرجان يعني كيحسس الرياضه وكان يعني كان ان شاء الله يكون سنوي ما دام هو راه في النسخه الثانيه وان شاء الله يكون سنوي يتكرر راهو كيعد من المدينه من النافع ان شاء الله يكون خير وبالنسبه للسباق غادي نلعب هذا السباق ان شاء الله بكل جديه رغم ذلك اننا لعبت واحد السباق في اسطنبول في الاسبوع الماضي ورغم ان كان شويه عياء ان شاء الله نوفق الله ان شاء الله لحسن ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله يكون هذا المهرجان ان شاء الله يكون القدام ان شاء الله يكون متطور ان شاء الله يسمى من هذا الشيء ولكن الحمد لله هذا الشيء اللي كنشوفه مزيان كيتقدم كيعطي تقدم للنظر ان شاء الله وكنشكر المسؤولين ان شاء الله اللي قاموا بالمجهودات ديالهم باش ينظموا هذا ان شاء الله هذا الدعم ديال هذا المهرجانات وباش يكون ان شاء الله بنادم يكون الناس ديال النظر متقدمين ومتفتحين ان شاء الله وتكون المدينه ديال النظر تكون تقدم ان شاء الله وكنتمنى نمشينا يعني كنش مدرب ديال النظر العام القوى نزد حتى نمشينا نشارك ديال المهرجان المتوسط الثالث ونتمنى ان شاء الله باش ديري النجاح غزات باش حقا تنشينا الرغبه نغدي جميع السباقات لان السباق الثالث واخا رغم المشاركه قليله بالنسبه للجوائز واش نتمنى غزات ديري السباق ديري دوليه تكون دوليه لان وانيتي وطني ونتمنى تمثل الانديه لان الانديه هني تمثل مدينه النظر دي جميع العاب القوى ودين ذا الحمد لله اثنين الانديه الى النظر اللي العاب القوى الاسود الرياض ونتمنى ان شاء الله تيلي خلينا نشين الرغبه المغربي اللي نشين غادي نضمن الدورايه ونشين كمدينه النظر نشين نزيد الجمهور نزيد باش نسجح التظاهريه يعني دي معنوياتنا المهرجان المتوسطين وتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع العدائين وين نضمن